نديرو اسئله مرفوض. شنو الحاجه اللي اسئله مرفوض؟ اسئله مرفوض. مسيره سمعتي مسيره مرفوض. اسئله مرفوض. ديرو اسئله مرفوض. باغي شي مسيره دابا خرجوا دابا خرجوا دابا الظاهره ديال الفنان. الحاجه اللي اقترحوا عليك في الموسيقى ورفضتي ديرها في كل لونتوراج ديالك بارفوا ولا البروديكتور ولا الديستريبيسيون ولا شي حاجه اللي انت كتكون خدام معاهم تيبغيو يفرضوا عليك بار اكزومبل تكليب هاد الديسك ماشي هذا ولا دير هذا ولا دير شي تقول لهم لا سيرجو انا ما تنبغي نخدم داكشي اللي كيقول لي راسي. واخا السؤال اللي انت حليوه كتقابل البرودكسيون ديك انت وي لي ديتاي التفاصيل ديالهم ديال البرودكسيون برودكسيون كنت انت اللي كتقابل كلشي التفاصيل لي زيفي اي حاجه في البرودكسيون. الرابور اللي تفض تعمل معاه نقدر نقول شي رابور جزائري بار اكزومبل على وداد لو تخوك اللي طرا مؤخرا اللي تكلاشيتي معاهم. حنا كنا مكلاشين مع واحد تناضو امتي محمد فريمون علاش ما عرفتش عادي 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 لا كان كلاش غادي غنكلاشيك باللبس ديالك شي حاجه ما عاديش لا غادي نبقى نسب لك والديك ونبقى ما زوينش تسمع داك الشيء واش فهمتي هادشي علاش بنتي كيخرج داك الشيء على الموسيقى بزاف دابا داك الشيء خاصك راسي يكون هنا في المغرب حداك كنت مشيت فارع مع داك اخويا لا للعنف لا لا سي فري ما تقدرش تكون كاي على شي ارتيست ودير معاه ابري فهمتيني ما نقدرش نقول لك شي واحد داك الشيء انت مابقيتش باغي تتكلم على مابقيتش باغي تتكلم على الناس اللي قرابك عائلتك مابقيتش تبينهم ولا تهضر عليهم لا ما كنتش كنجبد عائلتي بشحال هذه مثلا كنجبد الحاجه الوحيده اللي في الراب ديالي فاطمه ما عمر شي واحد زعما شاف الوالده ولا سمعها ولا شي حاجه عمرك في موسيقتي كنجبد فاطمه حيت اللي وقع في الكلاس ديال الجزائر هو هادو المسائل اللي زعما كيوصلوا شي حوايج شخصيه هو جبدوا المدام وي جبدوا كلشي كيجبدوا لك كلشي ما عندهمش المشكل زعما يقلبوا كيجبدوا شي لحاف ستوري كتلوح لهم انت شي لعيبات في ميساج كيدوخ حيت حنا عندنا من نوريو عليهم سواء المدام سواء اختو سواء ولكن هادشي ماشي هادشي ما كيدارش دونك تيبقى هادشي في بريفي تتصيفط ليه تيعرف شنو عندك صافي تيلبد حتى هو ما تيديرش ما هما يفتح عندهم شي حاجه باق تيعطيوها للناس كاملين هو راه والو داك الشيء باغي يشطوا لك في شي حاجه هو ما كاين والو هو ما كاين زعما ما كاين والو سما انا هادشي الكلاش ما كاين اروينا فاش كيوصل هادشي كتكون زوينه بعض المرات تكون تتوصل ديال بصح توصل المشاكل اسئله مرفوض الحاجه اللي كنتي باغي ديرها في الصغر وترفضات ليك رفضوها والديك العائله شي حاجه والديك شي حاجه كنت باغي ديرها في الصغر ورفضوها كذبش عليك عمرهم رفضوا لي شي حاجه اللي انا عاقل ما كذبش عليك الحاجه اللي كنت باغي نديرها ما درتهاش هي بحال اي مغربي هي نلعب كره كنت باغي نلعب كره بحال اي واحد ما الوالدين كانوا كيكونوا ديما معاك انا والديا كانوا كيكونوا ديما معايا في اي حاجه بغيت ندير طوب العلاقه ديك مع الاب ديك كديرها لا مزيانه بخير لا اللي موت بخير باترون الباترون كتسمي لي باترون بارفو كان عيط لي بالكنيه انا اقبل الو الباترون السلام عليكم وعليكم السلام اسيدي اخبارك كلشي بخير مرحبا بك لاباس عليك لاباس بخير كلشي بخير اسيدي كلشي بخير اسي احمد كلشي بخير الحمد لله كلشي بخير كيداير كيداير اقبل بخير لاباس بخير لاباس دار كلشي مزيان انت بخير الله يحفظك بخير ومفاجأة مفاجأة فراسي شت ياه بخير كلشي مزيان متبعين الله يحفظك الله يبارك فيك الله يحفظك الله يخليك لينا الوالد الله يخليك لينا كاملين ان شاء الله الله يطول في عمرك سي قبل سمعتي شنو قال عليك قبل ما ندوز معنا قال لك انت اللي صرفتي عليهم حياتك كامله لا ضروري ايوا الله يخليك لينا الوالد الله يلا صافي بليزير نقدر نعيط لعمي انا نقدر نعيط لعمي بيان سور عمي قبل من اجلهم نعم سي عاودنا على ايهاب كيفاش كان في الصغر ما عندوش مع هادشي الوالد كيفاش ما عندوش علاش ما عندوش معاه اش غيعاود كي كان في الصغر الضريف قول لهم الوالد قول لهم كنت ضريف ما عمري ضربته حيت ما كاداش القضاء ماشي ديما كانوا معايا والله الا بصح اي حاجه كنبغي نديرها كانوا تيكونوا معايا عمي الاغنيه ديال حليوه العز عليك سينيوريتا سينيوريتا ويلي بصح فرنسيه مزيان ما كاينش خبرك عزيز عليها سينيوريتا كبلني خلاني بالهوايه زينك كبلني
عمي شكرا بزاف, شكرا لك بزاف ومشرفين, الله يكرم بالخير. الله يعاونك قبال وبارك الله عليك, يطلع عليكم الله يحفظكم. سيدي شكرا, تصفيقات على بات حليوة. شكرا لي قبال تعايرت على الكنية واخا فرنسيش هادشي كيفاش بلان هاد اللعيبات اللي الله يحفظك اخويا مفاجآت زوينين زوينين بخير.